تفضل عزيزي المخرج. معانا الأخ مكافح الإسلام، أهلا أهلا بيك، مرحبتين، تفضل شرفنا وأمتعنا في مكافحتك لهذا الخداع، تفضل. مايك معك. الو. اهلا. الو. يا مرحبتين. سلام سلام ونعمه وبركه ومحبه ربنا والهنا ومخلصنا يا شهر المسيح، تكون معاك يا قدس ابونا ومع ضيفك الكريم. يا مرحبتين، اهلا وسهلا، ازيك حبيبي؟ ربنا يخليك يا قدس ابونا، نقبل الايادي ويحللني يا قدس ابونا، وسعيد جدا ان انا بكلم حضرتك. الرب معك ويحلك ويحللنا، واعتقد انك انت مسلم عابر، صح؟ انا نعم، انا سعيد ابو مصطفى، يعني اسمي الحقيقي سعيد ابو مصطفى، مش اسم مركب، يعني انا ابو مصطفى، انا عندي مصطفى. ابو مصطفى، سعيد ابو مصطفى. ايوه، اهلا بيك حبيبي، تفضل. والله ابونا، انا بس كان يعني اول حاجه، يعني انت قدسك يعني اول واحد يعني خربت مملكه ابليس، مبارك اسم الله، صلع ومقاسم ابن ابي كبشه. ولا تهتم يا قدس ابونا بكل ما يقال، في قاعده تقول اذا ذمك ناقص فاعلم انك كامل. قدس ابونا ومستمر واحنا بنتعلم منك. اشكرك، انا عايز اسمع اختبارك الاول يا اخ سعيد. تمام. انا يعني انا من اسره مسلمه سنيه على المذهب الشافعي من فضلت يعني على الاسلام منذ نعومه اظافري، كنت احفظ ما تيسر من القران الجزء 30 وانا عندي 12 سنه تقريبا. حلو قوي. كنت سالك مع المسلمين الصوفيه. يعني نشات نشاه صوفيه، وكنت عندي حب استطلاع كده يعني في الفرق والمذاهب الاسلاميه. حلو. ويعني الخلاف بين السنه والشيعه، الخلاف العقائدي ده كان شاغلني جدا، يعني مين الصح يعني. حلو. فطبعا بعد بحث ويعني تعمق ومتابعه للحوار العقائدي السني الشيعي، اتشيعت اعتنقت المذهب الشيعي الاثني عشري. أيوة. طبعا يعني ان الصحابه ظلموا اهل البيت واغتصبوا الخلافه من علي وكسروا ضلع الزهراء، ومعاويه قتل عمار وابو بكر وعمر مش عارف ايه، وعائشه وحفصه، التاريخ كله. التاريخ. بعد كده طبعا قعدت كده شويه مع نفسي كده في فتره رخاء، يعني كان عندي جار ليا مسيحي خادم في كنيسه ما يعني، فرحت عنده، كنت بتعامل معاه كده من بعيد لبعيد يعني. أيه. كان عنده كتاب مقدس على المكتب يعني. حلو. فاستأذنته طبعا ابص يعني ايه الكتاب ده؟ فقال لي ده الكتاب المقدس، أيه. التوراه والانجيل. قلت له بس انتوا حرفتوا الكتب دي، لان اسم الرسول كان موجود فيها والكلام ده. ف واحده واحده، قال لي لا احنا ما عملناش كده. أيه. احنا عملنا كده. في الوقت ده انا كنت بسمع قدسك على قناه الفادي، بس كان عندي مشاكل في البيت. لما كنت اسمع قدسك كان ابويا يقول لي ابشر التلفزيون، ما تشغلش ده، ما تسمعش للكفر. على الاقل طبعا. فكنت اسمعك على الانترنت. حلو قوي. فكنت اسمعك على الانترنت انت والاخ رشيد، وساعتها الاخ حامد عبد الصمد في نور الاسلام، كده كنت احب اتابع يعني الجدل. حلو قوي، حلو قوي. طبعا. طبعا بعد كده جيت يعني كنت يعني وقت صلاه المغرب، دي نقطه التحول يعني من الاسلام للمسيحيه باختصار شديد يعني. جيت وقت صلاه المغرب، فجيت اتوضيت عشان اصلي. فقبل يعني وقت صلاه المغرب وانا جاي بتوضى، كنت بجيب حاجات من عند الراجل ده، وانا بفتح الانجيل كده بفر فيه كده، يعني جه على انجيل متى يعني. فجيت عيني اول حاجه على انجيل متى 5، يعني لا احب بعضكم باركوا لعينكم. الله الله. لكم باركوا لعينكم، دي قارنتها كده بالفكر الشيعي. طبعا الفكر الشيعي عندنا يعني اللعن التقرب الى الله، ان انت تلعن الصحابه الله، وملعن ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه وحتى في الصلاه يعني، لان القران بيقول اولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنون. الرسول لعن 12 من اصحابه يوم العقبه، فاللعن ده يعني حاجه حلوه يعني، فيها تقرب لله، لعن الكفار. فالمسيح بيقول احبوا اعدائكم.
فهنا بيقول لا العن. فانا هنا اتمسمرت يعني ما بقتش عارف اصلي. لا ما لو الاثنين دول من عند الله يبقى الاله ده متناقض، اما ده من عند الشيطان اما ده من عند الله، لان برافو يعني برافو 180 درجه بعيد عن بعض. برافو برافو. ده اداني دافع، بقى ده اداني دافع ان انا يعني اتعمق في المسيحيه يعني واقرا الكتاب المقدس. حلو قوي. فطبعا بعد تعمق وكده يعني نشكر الله قبلت المسيح رب ومخلص. مبارك اسم الله. امين امين. مبروك عليك. واشهد يعني بالرب جل المسيح فادي وملك ومخلص الان واليوم والى ابد الابدين. الرب يباركك. رب الارباب وليس احد غيره خلاص، ودي شهاده يعني لا اخشى فيها لومه الان. الرب يباركك ويبارك حياتك. امين. شكرا جزيلا حبيبي. يعني ده كان اختباري ببساطه يعني، وطبعا يعني بعد فضل ربنا يعني من تبعيت لاسك من زمان على الانترنت يعني كنت بسمع لاسك بعض. ربنا يباركك. والاخ وحيد والاخ رشيد وكل الاخوه قدامك. ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمه. ليك مكانه خاصه، انت اول واحد كسبت صنم جديد. اشكر محبتك. أشكر محبتك حبيبي، ربنا يزيدك من كل نعمة وكل بركة روحية، ويسعدنا تشريفك في كل مرة تيجي تقول لنا يعني ما تيسر من اختباراتك. أمين. شكرا جزيلا حبيبي الفضل. مبارك اسم الله اللي بيتمجد فيه خلاص النفوس. يا سلام يا رب، يا سلام. بتحب وبتقرع تاخد المبادرة وبتشد الناس وتجذبهم إليك. أمين.